قبل كل شيء اللي عندها رخصة تبغى تستبدلها تحجز أونلاين وسجلوا من هنا كده من المستشفى المطلوب من المرور وسوي الفحوصات من بدري فحص نظر وفحص فصيلة دم. الرخص اللي باللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية لازم ترجمونها إلى العربي. سيارة يبون يعرفون إذا أنت أول ما تركبين السيارة تربطين الحزام وتعدين المرايات وكذا مثلاً إشارة لما تطلعين من خط السير